السلام عليكم خير، اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا صايل، الصايل هذه 1.2 اس بي ولها كبرك عشان تحطوا بيت في الجيب مع نار. خلتي وصلنا قلنا عيط لي مراها قال لي الدور له سيرة ربع فرن لانتي ويمشي، قال لي على 4 شهور. قلت له معليش، قال لي ديت عند واحد صاحبه ميكانيسيان دار له تيست كومبريسيون، قال له عندك سيلندر طايح. درت له رونديفو جابها، سمعت فرغت لي البلاصة جابها. قلت له اصبر باسكو هو من بعيد ولاية كلمة. قلت له اصبر، هو جابها اساس ما يخلاها. بعد قلت له اصبر نشوف الدياغنوستيك تاعي صح، بالك تظهر لي حاجة بالك تروح بها هي. كوم كي جا قبل نحل الواحد جبت الفيسو هذا الطوموبيل تقعد كيما راهي. السيلندر هذاك ما يمدش، وحسب ما قال لي هو قال لي السيلندر الثاني هذا جهه لاشان، دوزيام سيلندر جهه لاشان، تروازيام جهه الفولون موتور. قال لي هذا كل لقاه صاحبه طايع. تفصل قلت له اصبر بالك يكون انجكتار ولا حاجه باسكو فيه مشكل تاع الانجكتار. هذا مصايل معروف، معروفين بالانجكتار. دونك قلت له اصبر صح، حليت من هنا بنا من الدياغنوستيك تاعها. كي حليت وهو اللي قلت لكم هذايا دوك الموضوع تشوفوه صح كيفاه. فوالا شو قد عدوه مطاري بجري هو داري كان يجري الحس مع اليحفة الحقو وهو كنا قد ما يمدش في نحيط بدل شوية برك. هو الحيطة كبيرة ما يطلقوا بين ما يتبدل الشيء وخفت يضربني في الفورو. يبقى كما راه قلت له عندك سيلندر ما يمدش. قلت لكم كي عملت له هذا ناحية وليت ناحية لي بوجي، قلت له بالك يكون انجيكتر نبدله لك وتروح بها خير خير من اللي تقعد. ناحية لي بوجي عملت تست كومبريسيون تاعي انا، لقيت عنده السيلندر هذا ضعف. قلت له عندك جوانت كيلاص لي مصوتي انطر ما بين الدوزيام والتروازيام سيلندر، كي نحبوا نحسبوا منا ولا منا كيف كيف يقعدوا توجور لي دو هذوما تاع النص. عنده جوانت كيلاص مصوتي لهنا في النص هذيا. ابري دياغنوستيك الاول ومازلنا ما حليت انا والو، الطوموبيل يتنوض وكل شيء. درك عندها خلال ان شاء الله الكراج وكي نحلها نعطي لكم البروبليم اكزاكتومون وش هو. حتى مولاه جاب كلش معاها، جاب الكلاسيار، جاب الزيت، جاب الفلتر تاع الريح، قال لي بدل كلش باسكو قايم بها كما يقولوا. دوك نحلوها ان شاء الله ونعطي لكم واش لقينا. خاطر وصلنا الهزه تاع الكيلاص ونشوفوا مع بعضنا الجوان. ما نقدرش نهزها بيد واحده، بنشوفه حبيت نشوف معاكم الجوان كيفاه راهو مع بعضنا. بعد دوك نديكوريوها صح من بعد نشوفو كيفاه نهزها. ابارامون جوان كيلاص مليح بصح راكم تشوفو في لي دو سيلندر تاع النص هما لي ما يحرقوش باسكو هذا مشايح. نشعلو الضو فوالا، الاول يحرق، دوزيام و تروازيام ما يحرقوش، و كاتريام يحرق. دركا تبقى لنا الحكايه في لي سوباب. لي سوباب دو سيلندر باهي يروحوا مع بعضهم، ضعيف الاحتمال ياسر. دوك نشوفوهم كونتروليوهم مع بعضنا. لي سوباب هما لي دو سيلندر هادو، الاول راكم تشوفوا فيه مليح، يقعدوا هادوما شويه احمر، نقول عليه معدله من الماء. وانا في مولاه كنت تنقص له ولا لا ما سقسيتوش على الماء، ما قاليش يقدر كان تفويتي الماء. هذيك ما يحرقوش مليح، طيح على بصح طيح على كومبريسيون تاع حرف الواحد تيست كومبريسيون.
دونك ميم عند الماء بار فسد السياج الماء. دونك انا ندور نشوفوا لي سو بوبليك اسكي فويتي ولا ما يفويتيش. كونتروليهم تفويتي هادي وسي تفويتي بحدها هاد كيف يفويتيو هاكم تشوفوا فيهم غير صبيت لهم هبط ديريكت. عندنا ربع سوبابيت هذوما ديجا مش مليح تاع لي شابمون. ربع سوبابيت تاع لي شابمون درك يقدر يكون يخصهم روداج. مادا بينا يكون يخصهم روداج خير باسكو كون بدلوهم تقدر تكون عندنا مشكلة تاع بعد تكتكونا لي بوسوار يخرجوا تكتكو ولا حاجة نزيدو لي ورقليو فيهم. دونك هذه هي درك اوتوماتيكمون نروحو ديريكتومون لي سوباب. سي شويه بيزار شوفوا كيف الفلامه ولي سوباب تحرقوا السياج تاعهم. شوفوا كيف تحرق والطوموبيل مالقري ما فيهاش الغاز تاع لي سيلندر قدام بعضهم. جينيرالمون كي شوفوا كيما كان لا كومبريسيون ما كانش ولا شفنا نروحوا بالنا لجمنت كيلاس. ابارمون طلعت غلطتني هذه اول مره تصرالي تاع دي سيلندر قدام بعضهم كات سوباب مع بعضهم يوليو ما يقفلوش مليح. دوك نرديهم وربي يستر السياج برك باسكو السياج واش راكم تشوفوا فيه. شوفوا السياج رديو ونشوفوا ان شاء الله يتغدى ولنا برك. بدلت راه لي سوباب في ربعه في الدوريجين تاعها طفله ماوي كنت تشوفوا فيهم ما حبوش يصلحوا خلاص رديت نفع ربي. حبوش يصلح له ما حبوش يقفلوا في ربعه بدلتهم متاها يقفلوا هذوما بصفه تروداولي سيبو ما حبش نركب لها جديد باسكو جديد تقوى لنا الكومبريسيون يقدر من بعد يولي سينيال ديالنا الزيت دبل في هذاك كنا نركبوه مش دبل في هو نركبوه اللعبه كامله في الروداج في القفله تاعها لعبه كامله تم هذا هو. دروك نكملوا نمونطيوها بربي ان شاء الله. هذا هو بربي ان شاء الله دروك نكملوا نركبوها تعرفوها كيفها تركب بربي ان شاء الله كي نكملوا نوضها تشوفوها كيفها تنوض ان شاء الله باذن الله. هي كلش مضيفها غير نركبو برك دروك. بون خوتي صاي فضت مازال ما صبيتش الماء برك دركا رايح نوض الكواس راكب كل شيء راكب الزيت فيها صبيت لها درك وجرت كانت لاصقة بركا هي زطارت كانت لاصقينها ديجا بالسخانة جيت نحطها طارت ديك الروا راكبين قري غير نصب لها الماء دركا راح نوض قبل نصب الماء عبالكم بيا ديما نوض قبل نصب الماء بسم الله. صوص تريبون ان شاء الله. خيط البوبينة ما حطيتوش اكسبري على جال حتى يطلع الزيت برك يلحق لي صوص نضرب وتنوض باذن الله بسم الله. هاي ريبونديت نحى شويه الميديتي برك لي فوق لي بيستون انا ماما نكسر شويه شويه نكسر لها شويه باه تنوض. خبرك تركدت هاي سي بون او يتنحى شويه ميديتي تاع الماء فوق البيستون هذاك تاع كي ضربت بالريح يلحق ليسونس مليح
لي بيستون سي فو. هاي راك على ربعة فيها اوكي فيبراسيون مش كيما كي جات. الحمد لله يا ربي خطا بركة باسكو راح نزيدلها نصبرها الماء بركة قبل تسخن ونكمل الكاش اللي من تحت ونهايط مولاها يجي الذهب بإذن الله. والسلام عليكم، ما تنساوناش غارطيب الجيم والبرتاج، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. هذا هو، نقول لكم السلام عليكم، نتلاقوا إن شاء الله في فيديوهات أخرين وكاش معلومات أخرى. أول مرة تصرى لي تاع دي بيستون دي سيلندر يعني لي سوبا بتاعو ربعة ما يقفلوش، فريمون انكرويابل مي فري. كي تحط كي نلقاها جينيرالمون قدام بعضاهم كيما هكا لي سيلندر تشوفها جبنت كي لاص، أو كي تحل تلقاها لي بيستون. هذا كان نقولوا للناس ما نجموش نعرفوا غير لا شفنا الطوموبيل قدامنا، ودي فوا تشوف الطوموبيل قدامك هاو كيما هذه حليتها على جوانت كيلاس قلت نهارين هكاك ولا ثلاث ايام تفض. هاي قاعده لهنا قريب سمانه باسكو تعرفوا لي سوباب رودي وما تقفلش وتقفل وما تقفلش وعاود وحل. وهذه كيما هذه هذا قفلت لا كيلاس ومن بعد جيت نعمل لها تيست كومبريسيون، ما درتش عليها فيديو، جيت نعمل تيست كومبريسيون يخرج لي السيلندر هذا الاول ضعيف، يبا عاودت نحيت لا كيلاس من ضرا وجديد. لقيتو طرف كران تحت السياج تاع سو بابا وما فهمتش منين جا، ما فهمتش منين جا باسكو كي يتنحاو لي زرب راكام يطلعوا لي سو باب يقفلوا سي بون ما بقاش يخش تما اي كران ولا اي حاجه. لقيتو طرف كران ما بين السياج تاع سو بابا وسو بابا نحيتو وعاودت قفلتها من ضرب جديد الحمد لله. هذا هو نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرين ما نطولوش الفيديو عليكم وكاش معلومات اخرى باذن الله. والسلام عليكم.